جهويات وعنصرية. السيد محامي ونافينيغ وهذه حقيقة وموجود، جابوا ميني بيتزا، قال له أخي لم يتعرف تاكل بيتزا، ها وعنف في الحرم الجامعي. قلت له يا سيد دخلت لدارك حطيتك في مرميتة كذا لدرجة بني غابل، أما كن روح نعمل يعملوا اكسبوزية قروا لي حسابي. قل ما تسأليش أسأل واعر، أكيد طوي يتفرجوا فيه ويعرفون، ويشروا صاشيات من الأكشاك ويعملوها كحلة على وجوهم، خطر فظيع اللي صار لي عملوا. يا حبيبتي كما يقال الفوارق والتفرقة تضر بالأفقية، والأفقية شنية؟ إنه نحن كنا مواطنين، لكن في تونس التضحي اللي أنا عملوا الأنديفيدي فرد، يؤمنون بالفرد ويخلوك على انفراد، شكون يسأل على حالي يعني؟ عملوا لي حبيبتي نقرا ماستيري مانيتير، نقعد جمعة كاملة على كرسي في شارنيكول، خاطر المبيتات غالية، 350 وما لقيتش، دخلت نقدم نسأل على الماستيري تقول لي ما هاي داي حالة. قلت له وليش داي في خزنة الشعوب؟ أنا مرأة جريئة في حدود الأدب ويحق لي، بابا قراني والوطن ضيعني. وما زلت أقول أجهش غناء ولا بكاء. المرأة التونسية في الطريق تتعرض للعنف اللفظي، اللي بعض من الرجال يقولوا المرأة التونسية ما تعرفش تسوق، المرأة التونسية ديما تسوق بشوية وما هيش مغذل، ما هيش بروفيسيونيل يعني في السياقة. يعطيك الصحة. اليوم قاعدين نشوفوا اللي المرأة التونسية تتبع القانون الطرقات والإشارات أكثر من الراجل. علاش ملا قاعدين يعنفوا فيها لفظيا كي هي تتبع الإشارات وماشية مريقلة؟ نحب نعرف مفهوم العنف، وهذه فرصة لي باش أن كلامي يفرق بين التمرة والجمرة. وأول رأي ناس يا توانسة يا عرب، راو ربي عزة وجلاله جعل لنا صورة النساء، مش معناها راو إقصاء للرجل. باهي وراو سيدنا محمد في آخر أيامات وعلى فراش الموت وصى وصية، أوصيكم بالنساء خيرا. على توا نجيو كلمة العنف، هو حتى في الحروف متاعها عين نون فاء، وانت هكا أصلا سامحوني تولي عفن بصراحة. العنف هو تنمر، انتيميداسيون، البورينغ اذى بالانجليزيه، هو انك عندك مراه في مراه حتى ولو هي عامله في المنزل تتنمر عليها خاطر مش شبيهتها، تلقاها حره مذرعه. اللفظه الشهيره والحرف الشهير في تونس سامحوني حرف القاف، رمي المحصنات وقذفهن، انيقه على جمال، على بساطة، على رقي فكري، حتى في الأوساط الجامعية قاء. باهي تويك نجيو مفهوم العنف في الوسط العام في المشترك الطريق. المرأة اللي تسوق وفنانة في السياقة ما تسببش في قتل أرواح، وتطبق قانون الطرقات صحيح كيما نقولوا نحن مفيون الاخر الرجل الاخر. عطلتني كوازي هذه، كلاكسون، قريبي كيما يقولوا فيها قريبي يطير فوقه، اما سامحيني اليولي يزحف ما يقدرش يطير. باهي يقزموا فيها لا لشيء، لانه ثم عقده مع احترامي للاخ الاعلامي اكيد مش في جواجيه، يقزموها على خاطر يشوفوها هي هي الاحسن. واللي ما يحترمش يماه الأم، ما يحترمش أخته، ما يحترمش الزوجة، وما يحترمش اللي الإدارية اللي كيف، وما يحترمش راه. علاش يعنفها لفظيا الراجل وقت اللي هي نشوفوا المرأة التونسية هي اللي قاعدة تمشي بالسيسة هكا في السيخ، قاعدة تمشي بشوية وتتبع قانون الطرقات، يعني الإشارات تتبعهم، الضوء الأحمر تتبعه هي، مريقلة في السياقة نتاعها، علاش يعنف فيها لفظيا؟ يعنف على خاطر يا حبيبي، مش نحكي على الرجال الكل بيان سيغ ونسى. يا إعلامية راهو في غياب الضوابط الإدارية وفي غياب القوانين ولي زاموند الخطايا، يقدر كان يلقى حتى يجيفها ويدهسها. ما ثماش ضوابط في تونس، القوانين الإدارية على الحيط، كيفاش المواطن باش يشد الرجلة؟ والعقوبات اللي عامل القوانين تروحي تلقيه في المحكمة، ما يتطبقش القوانين والالتواءات هذه تونس الجديدة ما بعد الثورة. راهو حالة رهيبة على الأقل قبل، ما نكذبش، مانيش نعمل في الأطلال، راه أنا واحدة من الناس تهمشت وفي وسط جامعي عم ناول
مش حتى في الطرقات، لا عندي لا بسكلة ولا عندي شيء، عندي شاحنة الإرادة، رجلاتي ونقرأ في المترو. أنا عملوا نعمل ماستير إيمانيتير، قانون دولي إنساني، كلية ديس ديسمبر. السيد محامي ونافينيغ، وهذه حقيقة وموجود، جابوا ميني بيتزا، قال أخي لم يتعرف تاكل بيتزا، ها وعنف في الحرم الجامعي، أي وأنا ما شاء الله ومش على روحي خاطر باش فرصة. أي يا حبيبتي حتى الأوساط الراقية، ها علاش صارت الحكاية؟ كنت امرأة راقية، كنت مثاقفة، ما عملتلوش طاف يواجه ويستحق باش هكا، خاطر هذا باش يخون الأمانة نتاع إنسان مظلوم، أصبر عليه شو يعمل، على خاطر هو ولدي شكون وشكون، ونقولها وبالجهار. قلت له يا سيد دخلت لدارك حطيتك في مرميته كذا لدرجه بني غابل، اما كل روح نعمل يعملوا اكسبوزي يقروا لي حسابي. قول ما تساليش اسئله واعر، اكيد تو يتفرجوا فيه ويعرفون، ويشروا صاشيات من الاكشاك ويعملوها كحله على وجوهم، خاطر فظيع اللي صار اللي عملوا هاني. ما عنديش سياقه اذا تنمر وجهويات وعنصريه عنصريه. فاش تتمثل العنصريه؟ امال انت وعلاش تخزري عنصريه؟ انت افضل مني وما نوصلكش، سامحيني بكرتوشه بين الابطن وربي مقيد عمرك تحي وكذا، اما نعمل لك كذا وكذا. وتو عاد ولت مصدر، بعد مصدر في خارج الفهم هي البخوخو، تو قريب يعملوا عليها فورماسيون، مش نورمال راه. ها هو خزري وجهي وخزري وجهي تاغ نيبال، عملوا لي حبيبتي نقرا ماستير مانيتير، نقعد جمعه كامله على كرسي في شار نيكول خاطر المبيتات غاليه 350، وما لقيتش ونقعد ويكرموني السيكوريتي احمد وعلاء واشرف، وتحيه لهم يقولوا تفضلي يا استاذ، ونعنف روحي. هذا الكل على خاطر تحب تقرا وتوصل باش نعمل استحقاق. وعامله ماستر اولى كي كنت في المنات الميتيا ناسيونال دي زيت ديون تونيزيان، سي رشيد الخرباشي وسي طارق خرات وسي نور الدين تريمش، يقول لك ان شاء الله نشوفوا قال اشكون توا طاح في فخ التهميش وتقول لي مرأة سيتي سياقة على الأقل. أنا ما وصلتش. هنيئا لنا بهذه المرأة، يعطيك الصحة بارك الله فيك. وقلتها راهو إلى ما استطعت وما خسرت، وخدمت الفلاحة وخدمت في الفلاحة وضربت وزني نقطر فيها في الزيت زيتون. يا ولدي أنا زهرة عروش، اللي أنتي لزر عروش اللي يقول دادة والكسرة والبخوش وبخسول وحق والفكري والأكاديمي والعلمي، في الأخر جا من جويف تونس هذاك الرجل ممثل زعما جا من فرنساوي، قال مين سي تان سابون سي تان فيلوزوف لازر عروش. يا حبيبتي كما يقال الفوارق والأفقية، الفوارق والتفرقة تضر بالأفقية، والأفقية شنية؟ أن نحن كنا مواطنين، لكن في تونس التضحي اللي أنا عملوا الأنديفيدي فرد، يؤمنون بالفرد ويخلوك على انفراد، شكون يسأل على حالي يعني؟ دخلت نقدم نسأل على الماستر تقول لي ما هاي داي حالة. قلت له ليش داي في خزنة الشعوب؟ أنا مرأة جريئة في حدود الأدب، ويحق لي بابا قراني والوطن ضيعني. وما زلت أقول أجهش غناء ولا بكاء، ويقروا لي حساب وين نجحت. راهي قانون دولي إنساني، مش معناه باش نوري روحي نجح باش نفعلها. إيش عملنا نحن؟ قانون دولي إنساني، أي مكان لصورة الإنسان طبق السيد باش يولي محامي. شوفي هو وفين وأنا فين. لا لا تونس رهيبة، نظام تفاهة. وكتبته في سجي عند مدام سلوى حمروني، لو يفتح لي المجال ويكون لي فرصة قبل قيس سعيد الأستاذ القانون، مانيش باش نقول رئيس، أنا قلت الأستاذ، قل له سامحني باش تستشير في مجال الحياة العامة والدولة، جيب مستشار في العلوم الإسلامية. مش معناها الجوانب النهضوية راهو متاع تجارة الدين والله أكبر وبسم الله ومن بعد نخون. المستشار في العلوم الإسلامية خير من مستشار سياسي، يقدر الإنسان فوق الأرض. هذايا خدمت الفلاحة وزني ضربت وناخذ 15 دينار 3000 الكرهباجي بشهيدك. اي وتوصل تخدم. مانيش نفرق بين، سامحيني يا إعلاميين، نفرق بين دروا مينيسكيل ودروا ماجيسكيل، مشي بالالفابي. ناس مازالت ما تعرفش حتى التفرقه بين السيني ديكريتيك وسيني دي بونكتياسيون، ولا خاطرني مشني من اعيان البلاد ما عارفينيش الدموع.
كلوندستين نقعد على كرسي جمعة كاملة في توم في شار نيكول وعندي ما يثبت بكل الوسائل القانونية القاطعة غير شهيدك وماستير ما شاء الله عليا تبارك الله عليك عين وركبة وها عملوا لي ميكرو تروتوار الكل وما شاء الله ونسكن في مبيت حتى يشوفوني ننظف خاطر أنا نحترم جو سوي أوغديكم نحترموا الخدمة الكل سمبيوز وقلتها المدام هاجر قلديش حتى العساس حرشوه اسمه صالح سكر علي الباب نهار 11 نوفمبر خرجت من فيلوزوفي مانيست عند مدام سلسبيل القليبي وهاني ما زلت احيا فما نسيت تقول لك انا بشهيدي نتشرط على الخدمه اللي تجيني انا نتشرط انا نقعد في داري ونتشرط يعني الخدمه اللي تجيني انا نخدم كان في بلاستي على خاطر انا بشهيدي ما نخليش بلاستي لغيري وتحيه لكل امراه وكل انثى قراها بابا تعرفش علاش باش ما يدغفها حد انا كي جيت للاستاذه بنت اونسيان ماتغ الله يرحمه قالت لي نجيب لك اوردي اخزر نجيب لك اورديناتور على شرط ترحمي على بابا قلت لها رحمي على باباك وحدك وبري شوفي القلال وليش انت ما ترحميش على بابا القراني باش نكلمك هكا بعزه وانفه قالت عندها ديتيرميناسيون قوي يحبوك الخشم مش هنا وتكركب في رجليك اني جو نيم با لي زومون